اسمي تريز مراد، اتخرجت من الجامعة هنا سنة 2020 من جامعة النيل. الميجر بتاعي Industrial and Service Engineering and Management. أول ما اتخرجت اشتغلت في شركة فاين في شهر 9، اشتغلت as a process engineer في مصنع الدايبرز هناك، قعدت حوالي 9 شهور، وبعد كده I got promoted ان انا ابقى production line manager، وحاليا انا لسه في البوزيشن ده. الحقيقة ان دراسة الجامعة ساعدتني في حاجات كتير قوي، مش بس technical لكن كمان soft skills. علمتني ازاي ان انا اشتغل في تيم ورك، وازاي ان احنا نعمل projects، وازاي ان احنا نطبق كل حاجة احنا بندرسها في real life applications. ساعدتنا ان احنا ازاي نعمل problem solving كويس قوي، وازاي ان احنا نتعامل مع المشاكل، ازاي نحتويها وازاي نحلها بطريقة scientific. التيم ورك كان لي جزء كبير قوي قوي في الموضوع ده. اخر حاجة كمان كانت الكوميونيكيشن سكيلز واللانجوج سكيلز اللي احنا تعلمناها، الانجليش كورسز اللي احنا خدناها، كل السوفت سكيلز اللي هي البرزنتيشنز، ازاي الواحد يبرزنت الشغل اللي هو عمله، ازاي ان هو يعمل كل حاجة بحيث انها تكون واضحة وفيزبل للناس اللي احنا بنعرض لهم الشغل. حقيقي ده فرق كتير جدا جدا معايا في الجامعة، وكمان في الشغل ده بيفرق كتير جدا في ان الواحد لما يقدم على شغل او ان هو طول الوقت يعرف يستخدم التولز دي في ان هو يبين شغله ويتحسن ودايما يترقى ويكبر في شغله. Thank you Nile University.